الله وبركاته، اصحابي الحلوين ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناه سجدة فاني. بس قبل ما نبدا الفيديو كالعاده روحوا فجروا زر اللايك واعملوا اشتراك كتير كتير وفعلوا زر الجرس واعملوا مشاركه مع اكبر عدد من اصحابكم. يلا هعد 1 2 3 4 5 وشكرا. ويلا نشوف سجدة تعمل ايه في حلقة النهاردة. ايه الروائح الجميلة دي يا ماما اللي طالعة من المطبخ؟ انت عاملة لنا ايه النهاردة على الغدا؟ حذري فصدري، عاملة لك ايه؟ عاملة لك الحاجة اللي انت بتحبيها يا سجدة. ايه ده يا ماما، انت عاملة لي المكرونة بالبشاميل؟ ايوه طبعا، اهي في الفرن اهي قدامك، قربت تستوي، فاضل عليها شوية وهتستوي خلاص. شكرا يا ماما، انا متأكدة ان هي هتطلع حلوة قوي. يسلم ايديكي. شكرا يا سجدة. طيب يا ماما انا هطلع اقعد شوية في الجنينة في بيت الشجرة بتاعي. خلاص يلا روحي انتي اقعدي وانا لما اخلص هنادي عليكي. ماشي، ما تنسيش تنادي عليا عشان هاكل المكرونة البشاميل. حاضر يا سجدة، من عينيا الاتنين. انت مستمتع يا حنفي؟ واو السكيت بورد ده حلو قوي. يلا بقى يا حنفي عشان أكلك، عشان انت تلاقيك جوعت بعد الجولة بتاعت السكيت بورد دي. يلا يا حنفي خلص كل الجزرة بتاعتك، مش عايزك تسيب ولا فتفوتة. تصدق يا حنفي الجو النهاردة حلو جدا. انا هروح انام في بيت الشجرة شوية في الجو الحلو ده عقبال كمان ما ماما تخلص لي الاكل بتاعي. يا ترى اما انا ابقى ام هبقى عامله ازاي؟ والبيبي بتاعي هبقى شكله ازاي؟ انا نعست قوي، خليني انام شويه واحلم بالاحلام الجميله. نعم يا حبيب ماما نعم. ايه انت بتعيط؟ لا انا ما رضاش كريم ابني يعيط. ايه ده، انت شلت الفزازة من بقك يا اختي بنت؟ انت الحكاية. يا حبيب ماما كوتي كوتو كوتو، انت حبيب ماما انت. يلا يا كريم عشان
دلوقتي هنحط البودرة بتاعت البيبي بتاعت كوكو. يلا يا كوكو بقى ونحط البودرة. بعدين هنحط البادي لوشن بتاع كريم برضو. يلا بقى كده وزع على كل جسمك. يا يلا بقى يا كوكو عشان خلاص هنلبس. يلا خلاص كوكي غير واكل وحط البادي لوشن. يا بقى معانا الاغنية يلا عشان اغنيلك. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 صو، شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو 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 نو. حبيب ماما انت حبيب ماما مين حبيب ماما. يا ساجدة يا ساجدة يلا يا ساجدة تعالي. نعم يا ماما انا جاية اهو. كل ده يا ساجدة بره؟ كنتي بتعملي ايه كل ده بره يا ساجدة؟ يلا عشان تحطي الاكل على الترابيزة. اما انا يا ماما كنت بحلم حتة حلم. اما ايه؟ كنت بتحلمي بايه يا ساجدة؟ كنت بحلم يا بابا ان انا بقيت